لغاية المنتجات الجديدة يا جماعة، جامي نزلت بسكوت بالفانيليا جديد، الكيس دوت في 10 قطع، سعره 12 جنيه، نزل عرض 12 جنيه مكان 15 جنيه. تمام، فكرة الجامي طبعا ديت ليها منتجات كتيرة، أو اللي هي سكوتش مينت والفلا وسمسمية بتوع أرابانش، ليها منتجات كتيرة جدا وحاجتها معروفة جدا. تمام، هنفتح كده يا جماعة ونشوف ايه جوه الكيس. ايه راحت اصلا مسافه ما فتحت الراحه طلعت في ثانيه. ده شكل البسكوت يا جماعه، منتجاته عاليه قوي اصلا، بينزل كميه تشكيل فظيع الجامد. بص يا جماعه ده شكل القطعه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا جماعة هي حلوة بس مش حلوة أوي، ما مش الطعم اللي أنا كنت متوقع اللي أنا كنت أدوق، ما عجبنيش أوي. أنا المنتجات الجامد دي معظمها عالية، بس البسكوتة دي ما عجبتنيش خالص، طعم الفانيليا فيها مش باين. لو حبيت أديلها تقييمها خيرها أوي 5/10. متنسوش باللايك والاشتراك يا جماعة. سلام.